نهار الحرقه كلموكم كيفاش؟ نهار الحرقه كلم جينا نراو الديلا راه مش تخرجوا هسه تليفوناتو وهسه تليفوناتو مشي حسيلو جينا بعد نص الليل جاتنا كرهبة هزيتنا مشينا هبطنا على الشط. في الشهر هذاك راجلك كلمك ولا لا وانت في الدار؟ في الشهر هذاك ما كلمنيش. باهي. يعني هو الشهر يكلمني. باهي ومشيتوا دونك خرجتوا نص الليل ايه؟ خرجوا نص الليل هزوا هبطونا على البحر. بقينا نجري حق ما نكذبش عليك نمشي خطوة قدام وعشرة تالي خايفة. حسيت بالخوف انا وبنتي معايا معناها اما بنتي هي اللي تجري سبقتنا وتجري تغزر لي وتعمل لي يا ماما امشي رانا مش نشوفوا دنيا اخرى. ربي يرحمها ربي يرحمها ان شاء الله في الجنة. تمشي تقول لي يا ماما باش نفتحوا من بابا باش ما حدش يعرفك. حكيلو جبنا في هزونا بشقف صغير ووصلونا للبحر شقف كبير. وصلت غادي كان ما عندي شقف حتى حبينا هكا نخزر مهبي معناها فازت بنية من تونس حبت ترجع حبت ترجع يا اخي قالها لا وصلت لهنا ما عادش فما رجوع ومازال يجيب في العباد مازال يجيب في العباد حاسين تعبت حاسيلو كي بدا يتحرك بينا هو بدا يتحرك والماء بدا يتحبى برشا في الشقف. قديش هكاك في شقف ايش و80 في شقف يظل يا كيفاش؟ 67 واحد في شقف اي اي هو يمشي وشقف بدا يتعب دخلوا الاولاد بدوا ينقصوا بلي نقصوا الاولاد نقصوا الماء اقوى من ما نجموش يا اخي طلبنا انه باش يرجعنا رجع بينا قبل ما يرجعنا كلموه الراجل هذاك كلموه قالوا له رجع عليك الفلوكة الصغيرة رجعها خلت نقص رانا تايه راهي مش تغرق بينا الفلوكة هو ما حبش يرجع ولا كيفاش يا اخي الرئيس بدو شدينا شدو في تحيه كل رجعنا رجعنا حاول انك تقربنا للشط رجع بينا حكيت يمكن هكاك ربع ساعة بدا يجري بالقوي بالقوي وبعد بدينا نشمو في شيات ليسونس وواحد حسيناها مش هو ليسونس بادن وبدات كلي تقدح ولا حاجة خفنا لا تترشق علينا حبس بيها هو حبس والماء قاعد يدخل لها حسيلو فقدنا بعد بدات تفقد ليكيليبر مرة تميل على اليمين مرة تميل على اليسار مرة تميل على اليمين مرة تميل على اليسار بدات العباد تشهد الكل وبدات تعيط حسيت بالماء كي طحنا الكل كي طحنا انا كي تحت الماء وجيت مش نطلع ضربني الحديد معناها جيت تحت الفلوكة نحب نتنفس ما نجمتش جيت حاولت نطلع ضربني الحديد مرة أخرى تخنقت زي يا أخي زدت شوي لقدام وطلعتني الجراتي زي يطلع تلفت صغاري مش بحذايا نخزر كان وحدة في صح هي تعمل لي دليل راني ما نعرفش نعوم قلت حتى انا راني ما نعرفش نعوم ونخزر العباد يشدوا في بعضهم يشدوا في بعضهم هو مش يشدوا في بعضهم معناها يحبوا يغرقوا اما يشدوا في بعضهم بحلاوة الروح الفلوكة كي طاحت نخزر لها بقات فيها شوي ثم شكون طالعين فوق الفلوكة وثم احنا كي طحنا جت الفلوكة كذيك اللي وصلتنا من اللون هزت كعبات معينين هزت الرئيس وهزت امرأة مغربية وهزت ويخزروا لنا معناها انسان عيطوا وصغار ببيات وما نقضوا فينا حتى حد ولدي بعد اللي سمعت
واللي شد فيها الفلوكه ذيك يا اخي نحولوا ايديه رجعوا للبحر ومشوا راهو ومشوا خرجوا هزوا حاجتهم بهم ومشوا خرجوا. وبنتك سامحني شفتها كيفاش غرقت؟ ما شفتهاش ظلمة ما نشوف شيء. تشوف كان نروح حتى نسمع كان في الله أكبر يا أمي سامحيني يا بس تشاهد أنا هو فش نسمع حسيلو جيت مخبط بيدي ورجلي هكاك ما عرفش نعوم طحني 7 متر وما يظهر لي نعرفش كيفاش وتمامو في جرة بعضه بدا يخرج فينا يمكن حكيت 2:30 3 سوايع نتخبط لين وصلت للشط خرجت وحدي للبحر. ولدك مريتوش وقتها؟ شفت حتى حد ما مارست حتى حد نسمع كان في وذني الأصوات في وذني عم بتشهد أكهو هذا فش نسمع دوب ما وصلت عشت عيط جاني واحد وخصمه مع الأهلي شفت الأمن معناها حابس وخصمه واحد هو جا خرجني قال لي راني كنت معاكم حتى أنا راني خرجت أو خرجني عملي هبت رجلي لأن نخصب روحي مزلت معناها هبت رجلي نلقى روحي معناتها توصل خرجت هتلوتا سألوني قلت لهم راه ولادي ورايا جاني واحد كان معانا قال لي راه ولدك كانوا غادي راه ولدك خرج حتى انا مش في بالي قلت ولا صغاري معنا لابس عليهم نقضوا ولدي خرج يعوم وحده حداش نسنة ولوجت على بنتك ما لقيتيش بنتي من مفقودين معناها ما فهمناش ساعات لي هزونا مش نشوفوا اللي عنده مفقود مش نمشوا نخزروها نشكون اول ما زيت نشوف العائلة كنا مع بعضنا سوايع معدودة تالي نهاية كنا نتعشي مع بعضنا وبقينا مع بعضنا مدة زاد شفت ولدهم الصغير يعقوب أسيل دي ما طلع معاه شفت أمه شفت أبو محمد علي شفت واحد آخر اسمه البحري دوما نعرفهم معناها كانوا معانا دليلة الله يرحمهم وفقت اللي بنتك آخر واحدة بنتي شفتها من صدمة شفت بنتي في حل شفت رويلة ما خليتش يكمل معناها يستهل أنا جمتش نقذر لها ربي يرحمهم الكل ولا يرحمهم لا يرحمهم ان شاء الله في الجنه. دليله نعم نعرف معناتها اخزر واحد قلبه معاه كما معناتها الكل كذب انك حاولت تحرق مره اخرى وكذا نعتذروا ان صدقنا الكلام اللي قاله راجلك نعتذروا او علاش خرجت انا لا ولكن يا دليله راهو انك سمعت كلام راجلك وهزيت ولدك وبنتك باش يحرقوا راك غالطه 100% الخطا رو انت وراجلك تتحملوا الخطا 50-50 هذاك قضاء ربي اما تتحملوا المسؤوليه الزوز اما راجلك كيف يخرق يعني بنته ميته ولو يطلع كلامك صحيح يخرج يمثل هكا فهذا سفيان حاجه خيالي لا يمكن ان يصدقها لطف يا ربي لطف اللي عشت وانت ما اللي عشت رعب انا مصدومه روحت اعمل عادي ما صار حتى شيء وكل شيء وروحت قال لهم عادي ما صار حتى شيء وبدا يصلي معناها قال لهم بدا قدامهم وبدا يصلي وما فهم شيء وكي جات بنتي انتي خرجوا يدفوا فيها شد لي يدي هكا وبدا يتعهد معناها يتعهد لبنتي اللي ما عادش نعملها عاد شيء وصفحة جديدة ومش كنت روح التوبة وكل شيء الحق الناس يقول لي غادي على اساس هكاكا وحكوا الكبارات الكل حكوا هكاكا معناها وانا مانيش مرتاحة منكذبش عليك مانيش مرتاحة مع حتى تعرف بحكم انا اكثر واحدة نعرفه مانيش مرتاحة معاه واضح